لطيف العنزي طالب طب إن شاء الله. ماكينتها كورفت زد ار 1 مجهزه من هينسي، السياره 755 حصان ومغير الماكينه، والسياره كلها مذهبه حق سرعات عاليه، وتقريبا هم سهبوا السياره كورفت زد ار 1، لكن البدي بدي كامارو، واللي عندنا هذه نسختها 4 من بين 24 قطعه بالعالم. لا نهائي السيارة ما سويت فيها أي شيء ولا عدلت فيها أي شيء، لكن بس يمكن طلبت الهود من هينسي، إنه هود زد ار 1.